الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باظفر يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا هذا الغاز الجديد أوكس 1R32، هذا R32 النوع أو شركة تصنيع صيني. هذا الغاز الجديد طبعا كمية الغاز داخل هذا الاسطوانة في حدود 10 كيلو، سعر هذا الاسطوانة في حدود 320 درهم، أي ما يعادل حدود 90-95 دولار أمريكي. وكمية الغاز مثل ما تلاحظون أقل عن غاز 22 وغاز 410، لأن غاز 22 تقريبا في حدود 13.5 كيلو داخل الاسطوانة، وغاز 410 حدود 11.5 كيلو، وهذا تقريبا في حدود 10 كيلو. اعتقد ان الضغط فيه متغير، وهذا يعبى والاسطوانة مقلوبة لانه خليط من عدة غازات. ومثل ما تشوفون علامة تحذير انفليمبل غاز، يعني هذا الغاز قابل للاشتعال، لذلك يرجى الحذر عند التعامل مع هذا النوع من الغازات القابلة للاشتعال. غاز 22 غير قابل للاشتعال، 410 غير قابل للاشتعال، 134 غير قابل للاشتعال، 1234 واي اف الجديد للسيارات قابل للاشتعال. اذا هذه الغازات خطيره، لذلك يكون الفني منتبه او حذر في اثناء التعامل مع هذه الغازات، لان اي شعله مع وجود هذا الغاز والهواء الموجود في الجو راح تسبب لك كارثه. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا.